رسميا إليكم موعد انطلاق الدوري الأسباني بمباريات أشبيلية ضد ريال بيتس، وتحديدا في 11 يونيو المقبل. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. أكد المجلس الأعلى للرياضة في أسبانيا برئاسة وزيرة الرياضة إيرين لوزانو رسميا انطلاق الليغا في 11 يونيو حيزان المقبل بقمة الأندلس بين أشبيلية وريال بيتس، على أن تنتهي المسابقة في 19 يوليو تموز باكتمال 11 جولة متبقية من الموسم. اتفق الاتحاد الملكي الأسباني لكرة القدم ورابطة الليغا مع المجلس الأعلى للرياضة على جدول مباريات 11 جولة متبقية من الليغا. بحيث يتم استئناف المسابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم 13 و14 يونيو حيرزون، على أن تكون المباراة الأولى يوم الخميس 11 من الشهر نفسه بين أشبيلية وريال بيتس، وتنتهي المسابقة في يومي 18 و19 يوليو تموز المقبل. ستقام آخر جولة من المباراة في الأسبوع الذي يبدأ ما بين 18 و19 يوليو. وقالت هيئة الرياضة أن الاتحاد الأسباني للعبة ورابطة الدوري تعهد بالعمل سويا على تحديد جدول المباريات المتبقية لهذا الموسم. ورغم الخلافات التي دبت بين الطرفين في السابق وصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب جدول المباريات، ونظرا للظروف الراهنة تتوجه هيئة الرياضة بالتهنئة لكل أعضاء المجموعة لتغليبهم روح الحوار والنوايا الحسنة التي أظهروها خلال الاجتماع في مقر الهيئة. ويتصدر برشلونة حامل اللقب ترتيب الدوري الأسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه في 11 جولة على النهاية، حيث توقفت كل منافسات كرة القدم في أسبانيا لأجل غير مسمى في 12 مارس.